شكرا ليندا، شكرا ياسر. ومشاهدينا لمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الروسية الأوكرانية ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. مرحبا بك حسين. على الجانب الروسي ما زال يتردد أن خيرسون هي جزء من روسيا، خيرسون أيضا وعاصمتها. كيف نفهم مثل هكذا تصريح بعد الانسحاب الأخير من انسحاب موسكو الأخير من خيرسون؟ نعم، أكدت القيادة السياسية يوم أمس على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن مقاطعة خيرسون كالمقاطعات الثلاثة التي ضمت مؤخرا إلى الأراضي الروسية هي جزء لا يتجزأ من روسيا، وأن الانسحاب التكتيكي الذي قام به الجيش الروسي لا يغير الواقع. والجيش الروسي من خلال هذا الانسحاب فأدى إلى أو كان يهدف إلى حماية أفراد القوات الروسية بالإضافة إلى حماية المدنيين نظرا إلى التخوف الروسي من أن يقدم الجيش الأوكراني وتحديدا العناصر المتشددة في الجيش الأوكراني والمقاتلين الأجانب الذين تصفهم موسكو على أنهم مرتزقة من أن يقدموا على تفجير سد كاخوفسكايا، حيث أن هذا التفجير سيؤدي إلى خطر على المدنيين وعلى أفراد الجيش الروسي وبطبيعة الأمر على أيضا على أفراد الجيش الأوكراني. منذ قليل تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي ديمتري ميدفيديف على أن موسكو لم تستخدم ترسناتها العسكرية حتى هذه الساعة وأن كل شيء في وقته. وأيضا أشار ميدفيديف إلى أن روسيا هي من ترسم العالم الجديد وأن موسكو تواجه الغرب وحلف الناتو لوحدها. اسمح لي بس أود التوقف أمام النقطة التي ذكرتها وهي تخوف روسيا من أن تفجر القوات الأوكرانية هذا الجسر. هل يعني ذلك أن من وجهة النظر الروسية بالطبع أن السلاح الغربي الذي يقدم إلى أوكرانيا أصبح الآن يلعب دورا في إخافة روسيا؟ بطبيعة الحال، وهذا الأمر ليس منذ الآن بل من الأشهر الأولى للعملية العسكرية، موسكو تحدثت عن أن السلاح الغربي وتحديدا السلاح الأمريكي يلعب دورا هاما في المعركة ضد القوات الروسية، حيث أصاب هذا السلاح التباطؤ أو أصاب العملية الروسية ببعض التباطؤ، كما أيضا بعض الأسلحة التي قدمت إلى القوات الأوكرانية تستهدف مناطق بعيدة المدى، حيث أن صواريخ هيمرس الأمريكية تصل مداها نحو 80 كيلومتر، هكذا يتحدث الخبراء، وأن هذه الصواريخ يستخدمها الجيش الأوكراني في استهداف المباني السكنية بالإضافة إلى مراكز القوات الروسية في بعض المناطق على سبيل المثال في دونيتسك وأيضا على محور لوغانسك، حيث وزارة الدفاع الروسية تتحدث في الإجازات الصحفية لها على لسان اللواء إيغور كناشينكوف عن تحييد حوالي 300 مقاتلا أوكرانيا كل يوم على جبهة لوغانسك وتحديدا على جبهة كراسني ليمان، حيث تحاول القوات الأوكرانية التقدم من كراسني ليمان لاختراق جبهة لوغانسك. فبعد السيطرة الروسية الكاملة على إقليم لوغانسك أو على مقاطعة لوغانسك تعمل القوات الأوكرانية على التقدم نحو هذا هذه المقاطعة. طب إذا كان الأمر كذلك حسين، هل يعني ذلك أن عملية الانسحاب التي حدثت في خيرسون يمكن أن تتكرر في مناطق أخرى؟ حتى هذه الساعة يستبعد الخبراء هنا والمراقبون هذه الخطوة نظرا إلى الوصول قوات الاحتياط الذين تم استدعائهم من بسبب قرار التعبئة الجزئية، كما أيضا بعض الأسلحة بدأت تستخدم في العملية العسكرية. هذه الأسلحة لم تستخدم من قبل، والتحذير الذي أطلقه ميدفيديف منذ قليل هو دليل على أن القوات الروسية بطبيعة الحال ستتخذ خطوات مختلفة تماما عن الخطوات التي كانت تستخدمها من قبل، بالرغم من التجديد الروسي على أن موسكو تحاول وتعمل على تجنيب المدنيين أي ضربات وأي قصف، كما أيضا تعمل على حماية أرواح جنودها، وتحمل موسكو الاتهامات إلى الجانب الأوكراني بأنه غير آبه بحياة المقاتلين الأوكران والمدنيين في المناطق التي تدور فيها القتال. حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، شكرا جزيلا لك.